اتفضل يا حاج. بحبك قوي هو. انا بحب. اه والله. اهلا اهلا. عامل ايه يا حاج غالي؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله يا حبيبي. والله وحشنا. ربنا يبارك لك. ربنا يخليك. اه يطلب بقى. ايوه جاي. ايوه ايوه جاي اهو. هات لنا يا ابني ثلاثة فروض صلاة. ايه فروت يا بلد ده يا بابا؟ هي مبدئيا حشرة. بس هنعمل ايه بقى؟ شفت القفة اللي جابها الواد سعدون؟ دي هتمسكها في المطبخ وتخرط اللي جواها وتحطه على بعضه، هو ده البلاط. تمام. يلا بسرعة. وبالمرة ثلاثة كوكتيل. السهرة تحلى. لا ما انت كده هيجيلك اسهال وهيتبهدلنا. خفيف خفيف. هو اللي جاب القديم عشان يجيب الجديد. يا سعيد انت هتبوق، ما هو كله بينزل سطر واحد في الاخر يا سعيد. ماشي ماشي لما نشوف عم كرم. يلا روح. ثلاثة كوكتيل وثلاثة فروت يا بلد. يلا بقى يلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا حاج غالي. اهلا والله منورنا. نورك حبيبي حبيبي يا كرم. بحبك ابويا والله. انا بموت فيه والله. نلعب طاوله؟ لا مش عايز العب طاوله. دومنا؟ لا ولا دومنا. نطير طيارات؟ اه يا ريت. في طيارات؟ في. اه بس جوه. ماشي. لا ما ينفعش الكلام ده يا كرم. احنا جايين نتكلم. استنى ايه؟ في ايه؟ انت هتضيعنا عشان اقول لك بيحبك، وربنا لو ما بيحبكش ما كانش لحم. تمام. احنا كده جايين نتهزق في بيتك يا كرم. عيب بقى. والله ما ينفع كده. والله بيحبك. ده احنا ما صدقنا خدنا على بعض لسه. ساره ده بحبك قوي والله. هو بابا كده متعود يلعب في الضيوف عشان خاطرك. عشان خاطرك كرم بقى. خلاص حاضر يا عم كرم حاضر. سامحني سامحني. معلش راجل كبير. معلش بيمشي وهو نايم. عشان خاطرك بس يا عم كرم والله. اعمله زي ابوه. حاضر. هو الحاج كان عجلاتي. بيحبك ولا ما بيحبكش؟ والله العظيم انا مش عارف اقول له ايه والله. كتر خير. ولا اي حاجه اقول له شكرا. بقول لك ايه يا حاج غالي؟ ما تجيب ميه وصابون وتشوف بيت الاخرام وتحلله. في حته يا كرم مش مريحاني. ايه يابا؟ والله اتهزقنا يا كرم. والله استنى. انت ناوي تبوظ نفسك يعني؟ انت كده هتبقى على الارض يا ابني. مين كده؟ لا يرضى عليك يا حاج غالي. قبل ما امشي والنبي انفخني على 32 عشان المطبات. انت راضي عن نفسك؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله. يلا يلا الحمد لله الحمد لله. هو هيفضل يفس فيا انا بس؟ يا سيدي عشان ما تزعلش اهو. لا يا اسطى انا طيبلس. ارتحت؟ خلاص خلاص. انت شايل عني. ماشي ماشي. انت لو فس كده هيفسيني انا. عشان خاطرك يا كرم والله. انت حبيبي والله. انا بحبك. والله ده بيلعب في الضيوف ده بيحبك. لا والله ده بيلعب في البلتكنات اللي في الصاله فوق. يلا الحمد لله. والله بيحبك. والله انا بحبه والله. بس انا مش مبسوط والله. ليه؟ يعني مش حاسس ان انا قاعد على قهوه. اللي عايز اقوله انا عايز دوشه كده هيصه اغاني. انا شغلك الاغاني يا ريت بس كده. اه والله هنبسطك. اه والله. تمام. شوف بقى البت دي حدوته. تمام. كله بالاز. ايه؟ كله بالاز. تمام. انا عايز اسمع بقى. حرمنا من انسك ليه؟ ماشي يلا. ولا واحد ولا ميز ولا الف وتلت وميز ولا كل الدنيا ديز ولا مليون. مليون. انا سمعت بس ما قدرتش اتكلم. 100 عديناها، 200 بدأت الذبحة. مش عايزة تموتني؟ مليون؟ هو واحد بس. اللي أنت عايزه. حرمنا من أنسك ليه بس كده؟ أه والله. يلا حافظاها؟ يلا قول. ولا واحد ولا واحد ولا واحد ولا واحد 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 ولا واحد 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 واحد
تعادل يعني. الحمد لله. ايه رايك حلوه؟ لا نعيدها لك. قمر قمر جدو. ايه يا حبيبي؟ ممكن واحده؟ واحده ايه يا حبيبي؟ الله، ايه ده يا كرم؟ ده بابا والعيال بيلعبوا في الضيوف. ما هو ده اللي انا كنت مخبيه عنك. اصل هي طالعه لجدها قوي. والله والله. تمام تمام. شفت البنت المجنونه عملت ايه ومشيت؟ شفت الخبره؟ الضيوف كانت هتتلج. طبعا انا عارف انا عارف. ابيض. لا شفت بقى ان هو بيحبك؟ انا عارف، انا بموت فيه والله. لحمة. انا عارف والله. والله كنت هتصف. مفيش شحاتين في القهوه دي. بس كده؟ ده احنا علينا. شارع لا اله الا الله. بص الواد الشحات اللي جاي ده، يا عيني بص بجامته محروقه ازاي يا عيني. هجني ونص يا عمو، هجني ونص. ربنا يسهلك. والنبي بليز ارجو اي بيج يو كم اف يو ونت بليز بليز. ايه الشحات المتعلم ده؟ لا مفيش حاجه بقى. ابويا عايزه. انت بتقول له ايه؟ اطلب 10 جنيه. جنيه ونص. هات 10 جنيه يا عمو وهات جنيه ونص برضه. برضه؟ ايه يا عم الشحاتين دي؟ الواد غلبان ده. بص عنده حاله نفسيه في بقه. بص اديله. حرام عليك اديله. اديله 10 جنيه وجنيه ونص. هات جنيه ونص. لا اله الا الله. سيب عليا. اديله 10 جنيه واديله. ياه ربنا يخليك يا عمو يا رب. ربنا يكرمك يا رب. ربنا يكرمك يا رب ويخليك. ولد يا اقسم بالله العظيم الحركه دي مغريه جدا. اقسم بالله العظيم هنفخك فوق. ها منور عيال غلابه والله. مفيش كده والله. يا عيني بص الواد ده غلبان غلب. لا لا الا الله. غلبان قوي قوي والله العظيم. انا مش شحات. شوف الاسلوب ده. محامي. محامي من طنطا وفلوسه وقعت. معلش معلش. ايوه ايوه معلش. كل يوم عندنا والله. كل يوم يجي هنا وفلوسه تقع. يلا يلا. مش وري له الكارنيه. وري له الكارنيه. والله العظيم انا مش شحات. والله العظيم انا مش عايز فلوس. امال عايز ايه؟ عايز كفايه سخن بقى. خد ساقع. وحياة والدك اقفل الكولدير عشان ما نقطش وانا ماشي. مش عاوز نسكافيه بلاك. راجع اللي بيحصل وربنا ما راضي. الحمد لله. قلنا عيب. الحمد لله. والله العظيم بيحبوك. بس والله العظيم انتوا عيلة خيالكوا شاسع جدا. والله شاسع قوي. والله مجانين كلنا. والله العظيم في اوبشن تاني انتوا مش واخدين بالكم منه. ايه ايه انا بحب الحاجات دي قوي. دوس هنا. ماما. الو. لو ده. ايوه ايوه يا عم. المنطقه اتسفلتت. ايوه عبادي دخل. يا شيخ اللي حصل. بس بيحبوك. ما قالوا ندخل. انت جبت اصلك قوي. يجي كتير تخش تسفلت البركان. المشكلة مأكد عليها قبل ما اخش. الحمد لله. الحمد لله. لا خد راحتك. ما انت خرج. اكشن 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 اكشن. ايوه ايوه والله العظيم. يا سنة سودة يا سوادي يا حزني يا سواد السواد. ايه 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 الله. لا لا لا. امك ماتت. يا ريت يا ريت. امال ايه؟ البرج بتاع كل في البلد وقع.
حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله. برج واحد. هروح أجيب الدكتور أنا بقى. وبسرعة. لا مفيش بسرعة، الفردة ريحت. يخربكم. يا حاج غالي، يا كرم، يا عيال تعالوا شوفوا أبوكم وجدوكم. ايه حصل؟ البرج بتاع ابوكوا اللي في البلد وقع. ايه؟ هو بابا عنده بلد؟ ايوه، ده غير الاراضي والاطيال والعزب. ايه؟ قوم يا حاج غالي، قوم يا كرم. يا جماعه شوف الدكتور اتاخر ليه؟ يا دكتور اتفضل يا دكتور حكيم. السلام عليك يا دكتور. السلام عليكم.